والاحتفالات ديال اعياد الميلاد هذه السنه كانت متزامنه مع التفشي ديال هذا الوباء ديال كورونا اللي كيعاني منه العالم ككل. طبيعه الحال اجراءات والترتيبات الامنيه اللي مولفين كنتاخذوها في هذه المناسبات راه هي نفسها اللي كنا اللي خدينا في السنوات اللي قبل. اللي زايد هو اننا هذه السنه هذه اكثر صرامه من السنوات الاخرين. لا لماذا؟ لانه هذا الوباء خطير والانتشار ديالو راه كيضر بالحياه وبالسلامه ديال العموم ديال المواطنين. بيان سور يعني حنا المقتضيات ديال خرق حاله الطوارئ الصحيه كنحرصوا على التطبيق ديالها، كنلزموا المواطن انه يحترم يعني المقتضيات ديال حاله الطوارئ الصحيه. التطبيق القانون تطبيق اي مخالف الا وكيطبق مع القانون. فيما مشيتي في الدار البيضاء دابا غادي تلقاي القوات الامنيه التشكيلات الامنيه كلها لا من وطني ولا قوات مساعده، كل شيء خارج، كل شيء كيشتغل.